طيب تمام، تعالى نعرف شويه احصائيات وتفاصيل، لان الدوله طبعا اكيد بتحاول في مراكز البحث توصف ظاهره ادمان المخدرات، وعلى الاقل تحطها قدامنا كده يعني في امور واضحه، في عندنا كام مدمن، في عندنا ايه اهم انواع المخدرات، في عندنا يا ترى رأس المال اللي بيتصرف على تعاطي المخدرات من حجم الاقتصاد المصري. ممكن يكلمنا عن الموضوع ده الأستاذ محمود صالح بعد إذنك. الحقيقة حجم مشكلة التعاطي وإدمان المواد المخدرة في المجتمع المصري بدأ ياخد منحى مختلف خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا خلال 4 سنوات مؤخرا، يعني بقى الحجم في تزايد كبير جدا، بقى عندنا تنوع في طبيعة المشكلة. يعني زمان كنا بنتكلم في عندنا مشكلة التعاطي أو الإدمان الأحادي اللي هو واحد بيتعاطى مادة واحدة في نفس الوقت، دلوقتي احنا بندخل في أنماط مختلفة شوية، بقى في تعاطي متعدد للمواد المخدرة. ملمح آخر للمشكلة دلوقتي انه انخفاض لسن التعاطي في مصر، احنا دلوقتي وصلنا لسن 11 سنة، عندنا أطفال عندهم 11 سنة بيتعاطوا مواد مخدرة، احنا عندنا أطفال في المستشفيات التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيتعالجوا من الإدمان وهم عندهم 13 سنة، وهو ليه أكتر من 3 سنين أو 4 سنين بيتعاطى. فده معنى ذلك وده معناه ان هو بدأ رحلة التعاطي من وهو عنده 10 سنين. بالظبط كده، يعني من وهو عنده 10 سنين يعتبر بيشرب سجاير. بالظبط، لأن بدايتها التدخين عشان يعرف التدخين ده بوابة ملكية للدخول لعالم الإدمان المواد المخدرة. احنا عندنا 24% من المصريين بيدخن. الرقم ده جزء كبير جدا منه مؤهل ان هو يدخل عالم المخدرات بشكل كبير جدا. احنا عندنا واحنا لما جينا نعمل مسح قومي شامل لحجم المشكلة في مصر، وتم اطلاقه مؤخرا عام 2014 عن طبيعة المشكلة في المجتمع المصري، ابتدينا نقسمها بشكل مختلف. قلنا نتكلم على التدخين لوحده، زي ما قلت لحضرتك من شوية ان احنا بنتكلم في 24% من حجم السكان بيدخنوا. دخلنا كمان في الجزئية الخاصة بالمواد المخدرة والمستنشقات اللي ابرزها الحشيش والبانجو وكمان الاجزاء الخاصة زي الكولا وما الى اخره، دي احنا وصلنا في 4.8 بيتعاطوا. وانا بركز على كلمة التعاطي عشان في فرق ما بينها وما بين الادمان. الجزئية الثانية تعاطي مرحلة من مرحلة بالضبط، المرحلة اللي قبل الإدمان السيكتور الثالث أو القطاع الثالث هو إساءة استخدام العقاقير، اللي هو زي الترامادول والمسكنات والمهدئات اللي الناس بتسيء استخدامها، فبتدخل بالنسبة لها في إطار إدمان. يعني عندنا 7.7 نسبة التعاطي لهذه أو نسبة إساءة استخدام هذه العقاقير. بس لما بتتكلم على عقاقير أستاذ محمود صالح بنتكلم على صيدليات. بالضبط كده، وبالتالي هنا مسألة الرقابة على الصيدليات هنا محتاجة تفعيل شديد جدا، موضوع مطروح. لأن النهاردة هو لو واحد عايز ياخد اللي هي الأدوية اللي هي معطوطة في الجدول بالضبط، أو اللي هي تعتبر لا تصرف إلا تحت إشراف الأطباء، تمام، هياخدها من الصيدلي ازاي لو معهوش روشتة؟ احنا دلوقتي تخطينا مرحلة الصيدلي، زي عقار الترامادول ده من اكتر العقارات اللي بتضرب المجتمع المصري في كل مراحله وبكل فئاته. هذا العقار لا يعتمد صرفه على الصيدلية. احنا دلوقتي في مصانع تحت السلم موجودة في مصر، موجودة في الهند، موجودة في الصين، ما بتشتغلش على اي حد غير على المصريين. انا هقول لحضرتك على رقم بسيط جدا يقول لك حجم المشكله في المجتمع المصري فيما يخص الترامادول. في سنه 2013 جهاز مكافحه المخدرات ضبط اكتر من 250 مليون قرص ترامادول، تمام، في المجتمع المصري. عاده واحنا بنتعامل في هذا الاطار بنعرف ان المضبوط لا يزيد باي حال من الاحوال عن 20% من اللي في السوق، ايا كانت قوه الجهاز اللي بيشتغل. فليه كان حضرتك انت تتخيل حجم المشكله في المجتمع المصري؟ يعني مثلا لو في السنه دي بس بالارقام ببساطه شديده جدا كان في المجتمع المصري اكتر من مليار قرص ترامادول. هذه الارقام المبالغ الفلكيه جدا دي بتقول لي ببساطه شديده جدا انه مش بيعتمد على الصيدليه. في ناس بتشتغل على المجتمع المصري، مصانع كامله بتشتغل موجوده في الهند وموجوده في الصين بتصدر منتجها كامل جدا للمجتمع المصري. الملمح الاكثر خطوره فيما يخص الترامادول انه المجتمع مش شايف ان ده ماده مخدره. انا بقول لحضرتك واحنا جايين من رحلات خاصه بالوقايه في مجتمعات الصعيد وفي قرى شديده الفقر وشديده المحافظه، ودي نقطه غايه في الخطوره بالنسبه لي، سيدات تخطط حاجز ال40 وال50 سنه بتتعاطى الترامادول دون وعي ان دي ماده مخدره.
يعني انا بعد ما خلصت المحاضره بتاعه التوعيه بتاعتي جات لي الست قالت لي هو ده يا ابني اللي انت بتتكلم عنه، ماسكه في ايديها قصه تلامادول، بتقولي انا باخده ليا 3 سنين وانا بتوصل عدد الاقراص اللي بتاخدها في اليوم الواحد لنص شريط. طب معلش يا استاذ محمود، هي الست في الصعيد او الشريحه، مش عايزين نعمم بلاش نقع في فخ التعميم. طبعا انا بقول لحضرتك مثالا، من يتعاطى الترامادول في الصعيد من سيدات بيبقى اساسا بهدف ايه؟ في المخدرات في نمط بسيط جدا للترويج للمخدرات، بتشتغل المخدرات على حاجتين، على الاحتياج والشائعة. بيدور على الاحتياج في الفئة المستهدفة ان هو يبيع فيها ويركب شائعة تليق او تسد هذا الاحتياج. فبيجي عند شريحة زي شريحة مثلا على سبيل المثال شريحة مثلا السيدات او ربات المنزل مثلا في مناطق معينة، هو عارف انه هذه الشريحة يقع على عاتقها اعمال منزليه كبيره جدا، بالاضافه انها بتروح تشتغل في الغيط في نفس الوقت على بالاضافه الاعمال المنزليه، فبتبذل مجهود مضاعف. ده بيتتبع ليه بقى ان يبقى عندها الام مبرحه بشكل او باخر. فهو يقول لها ان حضرتك لما تاخدي الترامادول، تاخدي قدس الترامادول، مش هتشعري بهذه الالام وهتمارسي اداء الاعمال اللي انت مكلفه بيها بدون عناء، وبالتالي ده بيبقى المدخل. كل شريحه في المجتمع وكل فئه عندهم الشائعه بتاعتهم ليها سكه بالظبط كده. طيب هرجع لك تاني استاذ محمود صالح، واضح ان انت عندك يعني معلومات مثيره جدا من خلال البحث اللي بتعملوه في صندوق مكافحه وعلاج الادمان.